فهناك قد صلى في الحرم المكي وفي الحرم المدني وسعى وطاف والتزم مع الله عز وجل، فمن باب أولى أن يسير على هذا الطريق الذي كان يسير فيه مع ربنا سبحانه وتعالى، مع ربنا سبحانه وتعالى. كذلك النفاق، الرياء، الظلم، لابد أن يكف عن جميع المعاصي التي كان يفعلها قبل الحج حتى يكون للحج ثمرة. وإنما إذا عاد الإنسان إلى ما كان عليه وعاد إلى حاله فليس للحج ثمرة، وإنما هو ذهب لكي يقال أن الحج فلان لكي يأخذ اللقب فقط. إنما إذا أراد حقيقة أن يعود إلى الله عز وجل وأراد العودة إلى الله عز وجل فعليه أن يسير على الصراط المستقيم. عظيم فضيلة الشيخ. طبعا المفروض الإنسان يبقى ماشي على الصراط المستقيم وخصوصا بعد ما رجع من الحج، ولكن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وعارف ان احنا بنغلط، وعارف ان احنا بنتوب ونعود. نتوب ونعود وهنفضل كده لغاية يوم القيامة. وبعض الأقاويل او يعني ان هو بيبقى ربنا سبحانه وتعالى انه بيبقى فرحان انه بيغلط عشان يتوب له، يعني يتوب لسبحانه وتعالى ان هو يا رب سامحني يرجع له. فهنا يعني المنطق اللي حضرتك بتقوله انك انت يعني بعد الحج مش المفروض انك انت تغلط، ولكن طبيعة الانسان ان هو بيغلط. المفروض شيء والواقع شيء اخر. المفروض شيء والواقع. المفروض ان المؤمن لا يعصي الله عز وجل، ده صحيح، لكن الكمال على البشر محال، والكمال للانبياء فقط. العصمة للأنبياء. أما أنا وحضرتك والسادة المشاهدين مناش عصمة، ومن أجل ذلك سمى الله عز وجل نفسه تواب. عظيم. ولكن المطلوب مني عدم الإصرار على المعصية، عظيم، الندم عليها، الاستغفار، التوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. وربنا سبحانه وتعالى يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وقار. وربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عايز أقول إيه؟ أنك إذا كنت مع الله جعل الله عز وجل معك كوكبة من الملائكة تضبط سلوكك وتجعلك لا تحيد، وإذا أردت أن تهم بذنب أو بإثم ذكرتك الملائكة. ذكرتك الملائكة الله عز وجل فتعود إلى الله عز وجل في الحال. واضح. بس أما الإنسان يسير في ضرب الشيطان يبقى الشيطان هو اللي يستحوذ عليه. يا رب يا رب نبعد عن الشيطان وما نعملش ذنوب في حياتنا قد ما نقدر. تليفون جلال أو مين معايا؟ جليلة. أيوة. صباح الخير يا فندم. يا صباح الفل. اتفضلي يا فندم معاكي. كل سنة وانت طيب. وانت طيبة يا فندم. أهلا بيك يا فندم. معانا سيادة الشيخ الفضيلة الشيخ عبد العزيز النجار. أيوة. عايز تسألي أي سؤال؟ أيوة. اتفضلي يا فندم. يا ريت بعد إذنك. عليكم السلام. بس بعد إذنك ممكن توطي بس التلفزيون عشان نسمعك كويس وانت تسمعينا كويس. ايوه اتفضلي يا فندم معاكي. كده كويس. اتفضلي حضرتك. ايوه دلوقتي انا بنتي عايزين نطلع عمره وابوها مسافر، بس هي بيقولوا لا لازم محرم معاها. تمام. يعني الحل ايه يعني؟ عندك سؤال تاني حضرتك؟ ايوه في حد في كمان سؤال. اتفضلي. دلوقتي انا وانا بعمل الحجه في ناس يعني بينفذوا كتير قوي قوي، فغصب عن الواحد بيزعق او بيتضايق. نعم. فيعني انا مش عارفه هل يعني ربنا يسامحنا ان شاء الله والحجه مقبوله. شكرا لحضرتك شكرا جدا، وان شاء الله دايما كده بتزوري بيت الله الحرام ان شاء الله. شكرا. عليكم السلام. هو بالنسبه للسؤال الاول، طبعا عندنا في الشرع وفي الاسلام ان المراه لا تسافر الا مع ذي محرم. نعم. هذا مبدا من مبادئ الشريعه الاسلاميه. ولكن قال الساده العلماء ان
من يعتبر بديل المحرم اللي هي الرفقة الآمنة. نعم. أما كون أن الدولة التي يقع جغرافيا فيها أو تقع جغرافيا فيها الكعبة لا تقبل أي امرأة إلا مع ذي محرم، هذه قضية خاصة بالسعودية وليست خاصة بنا نحن. نعم. أما نحن كدولة إسلامية نحن نقول أن الرفقة الصحبة الآمنة تعتبر محرم، يعني لو هي خارجة مع نسوة وكثيرات وفي مأمن من الطريق، وطبعا دلوقتي خلاص الطيران والذهاب والعودة أصبحت في مأمن. نعم. فهذا جائز وشرع. أما بالنسبة كونها أنها كانت في الحج بتتنرفز وتتعصب ويخرج منها أمور، هذه الأمور لا هي يعني ربما أنها تنقص من ثواب الحج، أما الحج فهو صحيح. نعم. لأن أنا عندي شروط صحة ومسألة الثواب والأجر تختلف من شخص لآخر. نعم. كما في الصلاة النبي. نعم. يبين أننا نصلي في صف واحد وفي إمام واحد ونبدأ مع بعض وننتهي مع بعض، ولكن هناك من تقبل صلاته كاملة وهناك من تقبل نصفه وهناك لم تتواجد سبع قدمي. عظيم. يعني المسألة كذلك الحج، مش كل الناس اللي في الحج ثوابهم واحد ولكن يختلف، هناك من يأخذ الثواب كامل وهناك من يأخذ كذا وهناك، فهذه من ضمن الأشياء التي تنقص أو تنقص من ثواب الحج. نعم. فعليها أن تستغفر وأن تعود إلى الله عز وجل وأن تفعل من الخير ما يجبر هذا الخلل الذي حدث. أما الحج فهو صحيح إن شاء الله، أما القبول فهو من الله. وفي الأول وفي الآخر ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا على نيتنا. أكيد. يعني نيتي أنا كان قصدي أن أنا يعني لا ما حاولت أن أنا أمسك نفسي، لكن ممكن يكون لا هناك مخالفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب. عظيم. قال أوصيني قال لا تغضب. صريحة. قال أوصيني قال لا تغضب. حتى أن الصحابية يقول لقد ظننت أن الغضب يجمع الشر كله. عظيم. ناس كتير حضرتك بتقول أن احنا الصيام قبل العشرة أيام اللي قبل الحج دي حاجة يعني وصلنا لدرجة أن احنا في ناس يعني تعتقد، أو حضرتك اللي هتوضح لي اذا كان صح ولا غلط. نعم. تعتقد ان ده حاجه مسلم بيها، مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال في ان احنا نصوم فقط في رمضان. نعم. يعني ككتاب الله فرض. كتاب الله القران الكريم هو الفرض، هو الصيام الخاص برمضان. وفي اقاويل تانية وبتقول ان احنا في 10 ايام في قبل الحج هي دي المفروض انها كمان لازم نصومها، وكمان وقفه عرفات، مع ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما حجش غير مرة واحدة. يعني جابوا يعني الكلام ده بتجاب منين؟ يعني الاقاويل دي بتيجي منين؟ بناء على ايه؟ هو هناك اشخاص احيانا يدعو لعبادات وطاعات لم نجد لها ذكر في الكتب. يعني هو مسألة العشر ديت النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي فيها كلام كثير، وفي كلام أنها الليالي العشرة التي ذكرت في القرآن، وهناك كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم، وده حديث صحيح، يعني قال الأعمال الصالحة فيها أفضل من غيرها. نعم. أو فيهن أفضل من غيرهن. بدون قطع كلامك فضل. أكيد أي واحد في الدنيا حيعمل حاجة بتتقرب لربنا. نعم. حلال ومية في المية. نعم. ولكن أنا بتكلم ونشجع نفسنا أن احنا دايما نعمل حاجات ترضي ربنا، ربنا يرضى عنا يعني. بالزبط. ولكن اللي انا بتكلم فيه ان احنا بعض الاحيان بنوصل ان هي تبقى قواعد بعد كده. ايوه، ما هي دي المشكله هنا بقى. هو هنا المشكله ان كل ظن ان العشره يدخلوا لازم يصوم. اولا ما فيش حاجه اسمها صيام العشر، لان هم 9 ايام واليوم العاشر يحرم صيامه بالاجماع. نعم. لان في 5 ايام يحرم صيامهم اللي هي ايام العيدين وايام التشريق الثلاثه، وهذا اجماع بين الامه. فلما أنا أقول صيام 10 من ذي الحجة يبقى الكلام ده مش مظبوط، لأن اليوم العاشر يحرم صيام. نعم. إذن هذا القول باطل. نعم. ولكن من الصوم ما يتقرب به إلى الله عز وجل في هذه الأيام، ولكن هناك أفعال أخرى. هناك أفعال أن الإنسان يتصدق، أن الإنسان يزكي، أنه يكثر من الصلاة، أنه يكثر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. أن يكثر من الخيرات. نعم. أن يتقرب إلى الله عز وجل بالاستغفار. نعم. أن يتقرب إلى الله بالدعاء. هناك أشياء كثيرة جدا جدا تجعل الإنسان قريب من الله عز وجل في هذه العشر. عظيم. أنا هرجع تاني الموضوع ده، بس معانا تليفون من السودان. صباح الخير يا أستاذ خليل. صباح الخير يا أستاذ خليل. عليكم
السلام. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله. صباح النور. صباح الخير يا فندم. الشيخ عبد العزيز مع النجار مع حضرتك، اتفضل سؤالك. يا شيخ. يا أهلا بحضرتك، اتفضل. أنا ألو. اتفضل. احنا سامعينك، اتفضل. أنا كنت عملت حادث، وفي الحادث ده كان في واحد يتوقف. نعم. وأنا عندي مرض السكر. نعم. وقاعد أصوم شهر رمضان. نعم. علي صيام شهرين. نعم. أما مرض السكر ده أصوم ولا أطلع؟ لا، هو خلصت ولا لسه في حاجة؟ استاذ خليل، استاذ خليل لو قدرت تكلمنا تاني كلمنا، انما سؤال. تمام. هو سؤاله هو هناك قتل خطا بالسيارة. ولكن هو عنده مرض السكر، زي القران ما قال المفروض ان هو هيصوم 60 يوم متتابعين، دولة غير الديه، ملوش دعوه بالديه يعني. هو فديه مسلمه الى اهله الاول. وبعدين هو اما ان يعتق رقبه واما ان يصوم شهرين. نعم. فهو بيقول انا غير قادر على الصوم لانه مريض، من عنده مرض مزمن. نعم. وهو مرض السكر، وهذا المرض لا يرجى برؤه، فعليه ان يتصدق عن كل يوم على مسكين بطعام وجبتين، فطار وسحور، من اوسط ما يطعم به اهله. يعني لو كان الوسط بالنسبة له 10 جنيه للوجبتين ماشي، 50 جنيه ماشي، 100 جنيه ماشي، هو أدرى بحالي يعني. نعم. المهم إن هو يطعم مسكين. نعم. لمدة 60 مسكين. 60 مسكين يعني عن كل يوم مسكين. عظيم. قياسا على شهر رمضان وهو فريض، يبقى يطعم عن كل يوم مسكين، ما دام أن المرض تمام. مرض مزمن. أي. لا يرجى برؤه. يا رب يا خليل تكون سمعنا وتقدر تقوم بإذن الله بإطعام الستين مسكين. معنا التليفون من السعودية. صباح الخير يا فندم. أستاذ عاطف. أيوه فندم، مع حضرتك. مع سيادتك يا فندم، سمعيدك، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. مع حضرتك عاطف من السعودية يا فندم. أهلا وسهلا. أنا مصري ومقيم هنا في السعودية، شغال في السعودية. أهلا بك يا عاطف، اتفضل. حضرتك تقدم، انا زي ما تقول كده، انا كنا الحمد لله ربنا كرمني ربنا كرمني وحجيت السنه دي الحمد لله. الحمد لله. مع الكفيل بتاعي، بس الكفيل عنده زي ما تقول حضرتك عنده يعني معاق ورجيت على شوي، انا السائق الخاص بتاعه. وبعدين حضرتك رحنا وحجينا وكل حاجه وجميع المراكب كلها، بس هو عشان ظروف رجيه اللي هو المعاق خلصنا بدري قبل الناس كلها، وجينا في اليوم اللي هو ثاني يوم في ذي الحجه. فانا بساله واسمعنا كده، في ناس كده على ما كملتش جمال امير ظروف وحكم مستعجل وكده، فكان ده صح ولا ايه؟ لان انا بقول شاكك يعني. انت كم يوم رميت؟ كم يوم رميت؟ مره سبع جمرات. نعم. واليوم الثاني ومرتين سبع. طيب ماشي. شيخ عبد العزيز عندك سؤال ليه تاني؟ لا خلاص. شكرا يا عاطف على اتصالك، والشيخ هيرد عليك حالا.